وحدها الملابس واللعب الجديدة، من تمنحك قدر من دفء الابتسامة والفرح، وحدها من يفسر لك معنى العيد. لكن فرحة كهذه باتت اليوم في نظر كثيرين أشبه بحلم بعيد المنال. كان في سابقنا العيد فرحة للصغار وللكبار، الأقارب تجمعوه مع بعض والأفراح، وبلادنا ووطننا احنا كان في أمان ومن دون حرب. تغتال البهجة من مشاعر الطفل البريء حين تغدو المسافة بين الطفل وملابس العيد قريبة الخطو لكنها في الأصل بعيدة. والأطفال طبعا عندهم يعني العيد هذا طبعا بالبدلات بالفرحة بالكذا، فمن دون البدلات ومن دون الملابس يعني الطفل ما يصبح ولا حاجة، يصبح العيد عنده يعني كأن لا عيد، لا يوجد عيد. الأسباب كالصعوبات كثيرة ومتزايدة، لكن السؤال الأكثر مرارة هو ما شأن الأطفال بألعاب الكبار؟ العيد الأول فرحة ومرح وضحك، تعز كان عدم صلاح، لكن هذا العيد ده ما عجبنيش، حرب والدنيا وضعها شمات، ما عجبنيش هذا العيد، هذا العيد أحلى. العيد الأول هذا العيد ما الحمد لله، هو العيد عيد العافية مش عيد اللبس، العيد عيد العافية عادي، حتى لكن ما معيش عادي. جنون غير مسبوق في أسعار الملابس وألعاب الأطفال هذا الموسم فرضته حروب الإنقلابيين وتداعياتها على الاقتصاد الوطني. في ظل تصاعد وتيرة الحرب التي يشنها الإنقلابيون على الشعب اليمني، تستمر معاناة المواطنين سواء في أيام الأعياد أو ما قبلها أو ما بعدها. فواز الحمادي، قناة بلقيس، تعز.